مع الحلا فيما سقالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير امتلا كلكلة 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 كل الوناسة والمرح أطياف ألوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سرح لزارها هم وترح كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا قد قيلت أول في الملا جب البخور مع الحلا فيما سقالت يا هلا اجلس معاها يا الغلا معونها خير لا تخلي الزبون يروح لا انا حلمي من الزبون يا ولدي لا انا يخليك من تعال يا ولدي 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 الله عليك اهتم عربك يا جماعة عربك احتاج ما يحتاج والله كلنا واحد من جهلة الزقة اليوم عربك يا حبرك عشتني بيه والله يا سلام العبق العبق يلا وخروا انا وخروا العبق عبق يا عبق يا عبق يا سلام يا سلام يا سلام يا اديني الاكشن بس الله يلا ما يعرف يلا ملحق يلا الحق الله الله يرضى عليك ابشر ابويا ما عليك ما عليك الله يصلحك ما يحتاج لك مسكتك مسكتك عبد الله يا ولد ابويا ابوك تبيض الوجه الله يرضى عليك لا ما عليك ابويا خلاص ايوه مره ما عند الناس وان شاء الله نخطب لك ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله اهم شيء عندي اسمع مني لا تقاطعني اسمع يا ابوي دائما كذا تقاطعني ابويا واسمع الحمام الحين اذا رحنا عند الناس ايوه خليك ثقيل عند الرجال ها ما يحتاج خليك رزين كذا ما عليك بيض وجهي يلا يلا يا حكيم يلا يا حكيم الله يستر ان شاء الله عمك الحكيم موجود نخطب لك بنت الحلال ان شاء الله وربنا يسعدك في حياتك يلا يا حكيم يا حكيم وبعد كده هذا الحريم الحريم الله يصلح يا ولد انت ايش بك ايوه ايوه حياك الله كيفك يا حكيم يا هلا يا هلا ويا مرحبا مرحبا بك يا سيدي مرحبا بك حبيبي مرحبا ابو يا سيدي اتفضل كيف حالكم الله يرضى عليك حبيبي كيف حالكم يا عم اهلا يا ولد بسم الله كيف حالك اهلا يا ولد كيف بشرنا عنك وسيد عمك هذا يلا سريع 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 يا عم حالك كيفك عمنا الحكيم اجلس جالس اهو كيف حالك الله يرضى عليك يا سيدي كيف حالكم والله ان شاء الله بخير الحمد لله ما شاء الله ايش الاجواء الجميله هذه في الحاره اليوم ها انت شايف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله انا سامع اصواتهم هذا ايش اسمه ده السقق ايوه السقق والنعناع والشغل ها الله يحفظه بعدين يا ايش بك كذا شيبت كثير حكيم والله خلاص ما بقى من العمر حاجه الله يحفظك ويطول بعمرك يا حكيم في الشباب هذول شباب الله المستقبل الله عمرك لسه اقول لك شباب يا عمي الله يخليك يا ولدي الله يحفظك على هرجة الشباب وما الشباب يا عمنا الحكيم ايوه يا ولد كده في عندي لي هرجة كده بهرج معاك ها بس والله خجلان منك يا حكيم لا يا ابويا والله خجلان انت عارف احنا زملاء من متى ايش يا ابويا احنا كنا حارة نلعب البربر وياما كنا ناكل الفشار ويطيح والمشبك الله والحلاوه اللدو يعني علومك يا ابويا كلها عند امي بس يا ولد لا تقاطع الكبير لا تقاطع الكبير معليش يا ابويا معليش ايام يا ولدي كنا لسات انا صغار كده اصغر منك كمان كنا ابو ونقعد كانت وين الحياه دحين الله ايام حلوه والله خير وبركه كانت الحياه على قدها والجار بابه في الجار على طول لين دحين الحمد لله الخير موجود الله يا حبيبي سبحان الله اي والله امين يا عمدي ايش عندك ما يمر عليك عدو يا سيدي وترتني كده قلت الله يستر انت بس امسك نفسك لا توتر الموضوع بسيط انت عارفني خلاص كبرنا وما عندنا الله يعطيك العمر اسمعني يا حكيم ايوه هذا ولدك عبد الله
قبل ما يكون ولد. أكيد أكيد والله. وأنا بيني وبينك صراحة قلت حابة أكيد أزوج بنت الحلال الطيبة، والله بيني وبينك يعني ما لقيت إلا ببيتكم الكريم، وقلت ما نزوج إلا بنت عمنا الحكيم، وبنت أصل وفصل وبنت ناس وما يحتاج، يكفينا شرف إن نزوج ولدي ها نزوج عبد الله لبنتكم. والله هذا شرف لنا احنا. الله يشرف مقدارك. وهذول كلهم عيال. اهدى يا واد اهدى، يقول انك مفجوع ولا ايش؟ اهدى يا ولدي، هذول كلهم عيالي، عيال الحاره كلهم والله يعتبرهم زي اولادي. الله يعزك الله يعزك. والله هذه الساحه المباركه اللي تناسبونا فيها. الله يبارك في عمرك. وابدا بنتي هي بنتك، يعني ما يحتاج كلام كبير، بيتي وبيتك واحد، وان راحت لك انت لولدك والله ان انا مرتاح ومطمن. الله يعزك يا حكيم. بس انت عارف برضو بنت الناس لازم واحد ياخذ شورها. اسمعني اه حبيبي اسمعني، احنا عارفين في الاصول، انا ما قلت لك شيء. انا عن نفسي موافق، لكن خليني زي ما قلت اخذ شورة البنت، برضو انت عارف البنت لها كلمة. صحيح، خليني اخذ شورة البنت كده واشوف موافقة. أيوة عندها طلبات، تعرف البنات حق اليمين هذول كده يحبوا يدلعوا شويتين، تبغى كبرتها وتبغى ما تحبس. يلا الله يسعد. انا استاذنكم. طيب يا سيدي يلا يلا يا سيدي. بنت يا ميمونة. ها موافقين صدق. يقول ان شاء الله، بس برضو يا ولدي من باب ايش يعني، انه لازم البنت واحد ياخذ رايها ويسالها، لكن ان شاء الله عمك الحكيم ما يقصر. ما نقص بعد على احد يعني. انت ايش رايك يا ولدي؟ انا والله مره يا ابويا رايي من رايك، اللي تشوفه انا معاك ان شاء الله ما اختل لك الا بنت الحلال. خلاص يا ابويا روح. يلا يا كريم. يلا يلا هيا هيا، جهز الشاهي، جهز الشاهي للضيوف. ها ما يحتاج الشاهي، اما عليك شاي كده عليك اشكي بالود كويني. ها الله يكرمك. والله هذا بعد ما عندكم يا عمر. الله يرضى عليك. سريح حكيم يعطيك العافيه. يا الله صلي على النبي يا عمده. عليه الصلاه والسلام على الحبيب صاحب الوجه الانور والجبين الازهر. ازيد النبي صلاه. اللهم صل عليك يا نبي. يا رب. والله يا عمده انتوا عيله ترفع الراس. الله يعزك يطول. ونتشرف فيك. الله يشرف مقدارك يا سيدي. احنا وانتم سوا. لكن يا عمده انا دوبي شاورت البنت. ايوه. وبصراحه كده يا عمده انا ما ادري ايش اقول لك. يعني الحمد لله. ما ادري والله ايش اقول لك يا عمده. يا حكيم يعني الموضوع الولد مستعجل يعني اخلص كده، لا تعب قلبه. هو قسمه ونصيب في النهايه. يعني هي صح قسمه ونصيب. ما ادري ايش قالت، ايش قالت بنتكم؟ على بركة الله يا راجل. الله يصلحك يا مستر عمرك. الله يصلح الله يرزقك عمك. الله يديك العافية يا حكيم. يا اخي حرام عليك، كنت خلي كذا قلبي يرفرف. انا ما بقلبك، انا بقلب يا العيال. يا انت من يومك رومانسي يا حكيم. والله تذكر كذا على ايام ايش كانوا يسووا فينا؟ كانوا يحطونا بالاربع على ايام ما يردوا لك. انواع البهدلة اقول لك. ها الله يعزك ان شاء الله ويحفظ بنتكم ان شاء الله. بس يا سيدي دحين البنت قاعدة تجهز الشاهد. الله يعطيك العافيه، خليه ان شاء الله جاهز الشاهد حبيبي. ولد عبد الله بيني وبينك ابغى الف على الحاره، وخليك معايا يا حكيم نبغى نروح نشوف المركز هناك. اقول لك على حاجه. ايوه انا انا اشتريت لي عصاية هذه الجديده. هذه طبيه، هذه طبيه. ايوه ودحين كمان ايش شوف، انا من كثر يعني لي سنين انا في الدكتره وال أيوه. ها تمشي حفيان على الزرع هو الفايده. ايوه فايده. بسم الله صحي. يلا يلا خدني يلا خدني. يلا تعال حكيم، تعال حكيم. الله والله شيفت حكيم. خلاص والله شيفت حكيم. بسم الله عليك. الله يديك العافيه. الله 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 على نسمة الحارة. الله هذه النسمة. اصوات اصوات اللي حرج دول، هذه لوحدها روح. هذه ما فيها بسم الله. يا الله يا شباب الحارة كيف حالكم يا شباب؟ كيف معايا؟ الله يسعدك. يا واد يا واد يا واد امشي يا واد. انا ولد صغير ما شاء الله. عيال مين دول؟ هذول عيال يمكن ولد او شو اسمه، عيال دولك جارنا شو اسمه هذاك محمد عباس. محمد عباس والله ونعم. حياك الله يا عمده. هلا هلا بالسقه. هلا والله بالسقه. هلا عمك سقه. طيبين. الله يسعدك. ايش الحلاوه؟ ابشرك الحار اليوم. ايوه
يعني سمعت اخبار حلوه. لا احنا يا حبيبي البسطات كلها نطفت. اقول لك دقيقه بالله يا عمده، ترى ما حد سمع بالخبر اللي انت اللي رامي ودنك. انتبه ها، ودنك لوم ودنك. اسمع يحتاج عمي. هيا اسمعني يا سقا، مر لي على البيت حق هناك خالتك ميمونه، نزل لهم الاغراض اللي طلبوها منك. انزل لهم المويه قصدك؟ المويه في اغراض بيطلبوها منك كمان. اسمع ابشر عمده، مر على الحرمه. حلو، تبغى كده جكين ايش زمزم؟ ها من عيوني ما طلب شيء حبيبي يا سقا. والله يومك اصيل. بسم الله، فين نروح؟ فين؟ تعال هنا. مو الشرطي يا ابو التماتيك. ها ما شاء الله ما شاء الله يا مرحبا. ما شاء الله، السلام عليكم. التماتيك ما شاء الله، الشيء اللي ما شاء الله. الله يديكم العافية، يديكم العافية يا شباب. يلا الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك. تعال تعال هنا نشوف. يلا يلا، تحتاجوا شيء تبغى؟ ما شاء الله يديك العافية، الله يوسع رزقك يا ولدي. اي والله الله يبارك لك. كيف رزقك ان شاء الله؟ طيب بإذن الله، الله يوفقك. لو احتاج شيء وجه الخير يا الله عمدة. الله يبارك فيك، ان احتاج شيء كلمني. ها ما يحتاج خير يا عمدة، والله فيك الخير. الله يبارك فيك والله يا شقة. الله يستر عليك يا واد. اسمع، كيف البطاطس عندك؟ 100 100. ها يلا اغلى يا واد، ظبط الشغل يا واد. انا كم مره قايل لك حط لك هنا سفره، حط لك حاجه هنا تحط عليها القشر ده. خلاص، وحط كمان سله جنبك تلوم فيها القشر. الله يحفظك. انا هرجته مليون مره، بس الله يصلح الوالد. يلا الله يرزقك، الله يرزقك. الشغل ببساطه يا عمي، ببساطه. ما قلنا حاجه، بس يلم الحاجات هذه. بالضبط، فاول باول. الله يسعدكم. كذا كذا يا عمده، ابغى بطاطس ما عندي فلوس. اقول له اعطيني بطاطس ببلاش، ما يرضى. اديله. اسمع يا واد، اسمع يا واد، اديه وحسابه علي. احنا ما عندنا الكلام هذا، اي واحد يجيك ما عنده تعطيه. ايوه ما عندنا الكلام هذا. ما يحتاج، ما يحتاج. بسيطه بسيطه يا عمده. يلا يا كريم، يلا يا كريم. هلا حبيبي. الذبايح وصلت، احطها فين؟ يا مسحراتي، الذبايح وصلت عند الباب، باب الحاره. باب الحاره؟ طب اسمع، ايوه روح هناك عند الطباخ وخليه يحطها بداك الكفكير الكبير والقدر. ها ارجع خليه يظبطها. اسمع، اخذتوه يا ولد، فلي على الحاره كلها. كل الحاره ايوه، وزعنا وزبط الحاره كلها، ما ابغى احد محتاج. الله يرضى عليك يا حراتي. ما توصي يا حكيم، معليش والله معليش. ما توصي يا عمده، خلاص بظبط الحاره. والليله ليلتنا يا عمده. الله يرضى عليك. بسم الله، يلا يا كريم. ما شاء الله ما شاء الله. ها اسال عليك من اول، يجيك الخياط. ما عليك، ما عليك، ما شاء الله. ايوه رمضان. ايام ما كنا ناخذها سيدي جاهل يا شربيت مرقه مرقه يا اهل البيت. اي والله ما شاء الله. كيف حالك؟ ولك اثنين ما شاء الله. قالوا سددوا بعدين. الله الله عليك، ما شاء الله عليك. حبك 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 حبك. الله يخليك. يا وين النعناع يا شيخ؟ النعناع مدينه. اسمع الا هيا، شوف لي، ارسل لي مع السقه نعناع وحبق ووديه على البيت. ها ما مرينا على الخياط يا ما تشوف الخياط. يا هلا يا ناخذ اثنين يا هلا مجانا. يا هلا مرحبا. وبعدين سد خياط علي. سلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. كيفك يا عمو؟ ان شاء الله برضك انت والمتر. ساعه معاك دوري اللي 3 اشهر ولا حد جا زبون. حياك الله زبونك. بص راسه، بص راسه يا واد، بص راسه. انا والله هذا ولدي عبد الله. يا انه هذا عبد الله، هذا عبد الله. كم عاد وسكر يا عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. الامور طيبه. اسمع مني، اسلم. انا شويه دحين بارسل لك واحد يناديك. ما تستعجل، اخبار حلوه جايه. والثالث مليون. الله عليك، اخبار حلوه جايه. الله خير حبيبي، رضي عليك يا واد. الله رضي عليك، رضي عليك. يلا اديك العافيه. يلا يا كريم، يلا يا كريم. يلا تعال يا عمنا حكيم. تعال يا ولدي. العمده يقول الليله يبغاها، انا يبغاها الليله مشعلله. مرحبا. سلام عليكم. سلام عليكم. كيفك يا حكواتي؟ الله الله. كيف امورك؟ ان شاء الله بخير وطيبين. كيف الاوضاع؟ تمام ان شاء الله. تمام. سلم يا واد، سلم على عمك. الله يخلص يا واد. ما شاء الله. سلام عليكم. ما عرفتنا عليك. سراج.
سراج يعني نفس اسمي. انت سراج؟ انا العمده سراج. اغيره عشانك. الله اكبر. انا سراجين. ما شاء الله والله ونعم. اجلس يا واد اجلس. نعم. وهذا الحكواتي حق الحاره. ما شاء الله. كيف حالكم؟ كيفك يا حكواتي؟ الملك سعود حيجي. ما شاء الله. بيجي الحجاز ان شاء الله. على الهادي؟ ايوه انا سمعته. يقول جاي ان شاء الله. ايوه كيف حالك؟ منورنا والله. الله يشرف لنا. حالك يا حكواتي؟ الحمد لله تمام. والله تمام. كيف مين هذا؟ هذا ابو حمزه. ابو حمزه. ابو حمزه من اي حاره يا ابو حمزه؟ من الحاره اللي بجا صدقي. حاره صدقي. أيوه. والله نعم هذا ابو حمزه البكواتي. دقيق دقيق. انت اللي عنده العمده عباس؟ عباس مين؟ الحاره اللي جنبنا. ايوه انت عنده؟ أيوه. ما شاء الله تبارك انا حبك انت صندوقجي. عليك نور يا راجل. تعرف حلاوه ابو ناره؟ اديله اشرب حوت. اديله اخيرا شفتك يا عمده. اشوف افتكرتني. يا الله ابوي انا وابوك كنا نلعب في الحاره سوا. ما شاء الله. سبحان الله. الله يحييك. كنا نبيع المنتو واليغمش. يا سلام. يا الله. اجلس اجلس. سلام. كيف حالكم؟ الله يسلمك. اسمعوني يا حبايب. دقيقة ايش هذا؟ راديو مصغر هذا ولا ايش؟ يا ابوي لا تفضحنا. حط الجوال. حط اللي مالك فيه. طيب اسمعوني الله يبارك فيكم. عندي لكم خبر حلو ان شاء الله. والخبر يخص الحارة كلها. ما شاء الله والله من زمان على الأخبار الحلوة. إيه. أحسن خبر سمعته لسه. اليوم بتسمع خبر حلو اليوم. طيب حكواتي أحب أقول لك يعني الله بارك لنا ها. وزوجنا ولدنا عبد الله لبنت الحكيم. ما شاء الله. عبد الله. اي والله عبد الله. تفتكر يا من طهره؟ الله بكى بكي. الله ابوي قروشنا ذاك اليوم. ها اقول لك الله عبد الله كان قد كده. انا اللي اتذكره يا حكومه. اقول الشباب اسمعني اسمع الحكيم ايش بيقول. الشباب حق اليومين هذول على يدي. الشباب حق اليومين هذول ما يحبوا الكلام هذا. ينحرج انه كبير. والله ما شاء الله. والله فرحنا فيك. الله يديك. والله اخيرا عشت وشفت اليوم اللي فيه عبد الله يتجوز. يستاهل. والله بيني وبينك انا نفسي انشر الخبر في الحار عشان الناس. والله لازم. يا مسحراتي يا مسحراتي تعال سيبك من التوت. مو سقه المسحراتي. يا سقه قروشتنا كل شويه ترمي ايدنك. الله يصلحك. كيفك يا مسحراتي؟ يا عمده اسمع يا واد امرني. ركز معايا ها. يا بس سيب التوت اللي في يدك. سيب التوت حقي. حرامي خلص التوت حقي. روح حندج روح بس. الله يصلحك. اسمعني يا واد امرني يا عمده. الله باركنا والحمد لله زوجنا ولدنا عبد الله لبنت الحكيم. البركة حبوب. الله يبارك فيك. عوضي يسعد عوضك. ايوه اخيرا. ها كيف مسحراتي السهرات الليلية. خلاص يا خلاص عليكم مسحراتي. المبروك عمنا. الله يبارك فيك يا ولدي. هيا اسمع عمك العمدة ايش يقول. أسلم. اروق تراك انت في المركز. صوت عالي ترى مو حلو بين الكبار. كم مرة اهرجك واعلمك. هيا اسمعني. حقك علي. ابغاك تروح تنشر الخبر في الحارة ها. تقول لهم اليوم ان شاء الله في الليل زواج ولدي عبد الله. ابغى الكل دحين هنا عنده الخبر. يلا روح. يجي يا اللي يبغى يسلم حياه الله يسلم يا يستاهلوا. روح. الله يا الله يا ما يا اهل الحاره. انبسط يا اهل الحاره. خير معك. قربوا قربوا هنا. جو جبنا. قربوا هنا. اساقه يا تبغى اقول لك ايه. اطيب نسب. اطيب نسب هذا. الله يكرمك. هذا اطيب نسب. الله يكرمك. الله يسعدك. والله فرحتنا يا عمده. الله الله يبارك فيك. انا صندوقي جابوا مهارة. اعرف انا طلعت. هذه من جماعتكم الصندوقي. بسم الله. ما قتلوا. لا اسمع. تخرجوا. ما تخرج. ضربوه. ما ضربوه. نجح. باقي رسب. للاسف اجابه خاطئه. ايش هي؟ إيه؟ اقول انا لكم سهلنا. لا غرق في المسبح. ما غرق. خف الوزن. لا هو ضعيف. ولد العمده. ايوه اخلص. ايوه اخلص. زواج اليوم. زواج اليوم. العمده يبغاكم. العمده يبغاك. تعالوا سلموا على العمده. باركوا له. العمده. الله الله الله. مرحبا يا مرحبا.
يا مرحبا. هلا بالمادون، هلا بالمادون، هلا بالمادون باذن الله، باذن الله، ودولة بصدكم باذن الله. مبروكين. مرحبا يا مرحبا. مبروك الله، مبروك بولدك، مبروك بولدك. مرحبا. على وجهك يا اخبار حلوه. مبروك والله. يا مرحبا. سلام سلام. هذا ولد الصندوق يجي. كيفك؟ اي والله الله يديك العافيه. استريح. حياك الله. اثب علي اليوم. ها؟ اثب علي. ما عليك، لا تستعجل اكيد. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الله يعينك. يا الله يا كريم. سبحانك. يا الله. استريحوا استريحوا. كيف حالكم يا شباب؟ كيف حالكم يا رجال؟ ادوني اخبار الحارة ان شاء الله تمام. ابشرك الحاره الحمد لله على الطيران. اكيد يا سقه، لا تقصر مع الحاره، اللي يبغى مويه يبغى زمزم لا تقصر معاه. واحده من بعدك يا عمده. الله يديك العافيه حبيبي. بعد الباب يا عمده. كيف الحاره انت؟ امن يا عمده بعد امان الله. بالنسبه لليل لا تنسى تصحين الفجريه، الله يرضى عليك. ولا يهمك يا عمي حبيبي، ولا يهمك. بس يا ولد النعناع كيف حالك؟ والله يا طويل. مو انت تبيع نعناع، انت ايش بك يا عم علي؟ ما في الا هو. ابشرك يا عمي كل شيء تمام. ان محتاج شيء، تبغى شيء، ناقص عليك شيء كلمني. لا بتزوجني مثل ما زوجت. يا خياط علي حبيبي والله منور. الله يبارك. ها وربي الله منور. بورة بورة في الحاره. الله يعطيك العافيه. زي ما قلت بس يا عمده الله يرضى عليك. لبس ايام خليهم يغيروا ويشتروا ثيابك جديد. ما هذا ثلاثة اشهر وانا معلق لين هناك ما حد جاي. قد الملانه التراب. افا يا عم علي، احنا صدورنا وسيعه وجيبنا للناس، واحنا ما نفكر في ذي الامور، لكن ان شاء الله رزقك حيجيك اليوم. اسمع مني خلاص. الله يرضى عليك. انا والخبر العالي. كيف حالك يا حبيبي؟ كيف الفوانيس؟ ابشرك. ها ابشرك، بعنا والحمد لله ونورنا الدنيا. الله الله ينور دربك يا سيدي. يا حق الفوانيس عندي فانوس في البيت، اقول لك ما ادري ايش فيها. اصلعه. ايوه هجيب لك. ايوه تصلع. اديك عند بيتك اصلعه. يا واد يا سقه، يا واد جبت الاغراض لعمتك؟ انا حبيبي قبل ما تقول انا وديت الطلب. إيه الله يكرمك. الله يعطيك العافيه. وانتوا الاثنين اللي في الاخير فينكم؟ ابشرك يا عمده، البطاطس على ما يرام. من يوم دمك خفيف الله يحفظك. كيفك يا حبيبي؟ تك تك كويس والله. مو تك تك الله يرفعك. تماتيك تماتيك يا ولدي. تماتيك يا ولدي. يا عمده يا عمده، باقي المنشدين هاولا عجوب يشوفوا. تعال تعال يا ولد، انت منشود حلو. تعالوا هنا تعالوا. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايش اسمك يا ولدي؟ هاشم. هاشم علي السعدان. ما شاء الله فضحتنا. انا سعدان. ودي اعرف عمدك تعطيهم. اعطيهم ريال، اعطيهم ريال، تروح اعطيه ريال. ما شاء الله. ايش اسمك انت يا حبيبي؟ هشام. هشام ايش؟ ما شاء الله ما شاء الله. برضه سعداني. مين سعداني؟ ايوه عرفناه عرفناه. ما شاء الله. يعطيهم العافية يعطيهم العافية. طيب يا عمنا عبال كده، ما احنا نكون مبسوطين ها؟ ابغاك تقوم تاخذ لي مقاس كذا. الله الله يرضى عليك. قوم يا عبد الله قوم قوم. الله يصلحك عمنا يا مادون. اقول لك يا عم يا مادون. حاضر يا عمده. بنكتب الكتاب اليوم ترى. ما يصير خاطرك الا طيب. الله يديك مقدما. بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. امين امين يا رب. الف البركه. امور طيبه. ها كم زيد شويه ولا لسه؟ لا لا خلاص على ما هو تمام. في سطور الاول يعني عاد ضد الشطور. اقول لك يا عمده اخبارك يا عمده. على التصوير عمده خذ الثلاثه الرابعه. الف البركه. اسمع يا واد تهو. الف البركه. بس سمع عمده البيت اللي خلف بيت عم سعد. ايوه مره نشف يا راجل. مره يا عمده ما ادري ايش الحل ولا كيف. امور طيبه. انا صرت اجيب من الحاره الثانيه المويه. ايوه خلاص ابشر. انا اشوف الخبر هذا ما قلت له لك يا عمده. لا يطلع خبر برا الحاره. ما يطلع ما يطلع ما عليك. خيرك سابق يا عمده. ابشر حبيبي. البير كنت ناشف كذا. البير ما راح ينشف باذن الله وان شاء الله خير. الخير موجود ان شاء الله. طيب احنا بيني وبينكم اسمحوا لي كده ها، نبغى نروح نعزم الناس. قوم يا حكيم الله يرضى عليك. بسم الله. يا الله
اسمعني يا خياط علي، هذا العريس اتوصى فيه. ها جاهز خلاص؟ وبعدين انت كمان كل مظبوط رم عظمك يا واد. لا يلا ما هي مشكله، اي عنزنكم يا جماعه حكواتي. مرحبا مرحبا. اليوم موعدنا يا ما ابغى فلوس. دقيقه اسمع ان شاء الله. ولدك عبد الله. ايوه اوديك اسم الولادي. ليه يا واد؟ لا ما عليك الله يصلح حكواتي يا واد. هذا ما يبطل حركات. والله شوف الحركات. بس يا واد خليني معك. بس يا واد بلا قروشه زوجتوه العروسه اللي في. يا واد خلاص يا امزح. حرام يا واد انا العمده. الله يوفقك يا عمده. بس امزح يا عمده امزح. ما تجسش اتحرجني قدام الحاره. انا اقول لك على حاجه عشان خاطر ابني. الله يرحم والديك يا حال. والله ما طالبين منه مجس. الله يرحم والديك. طيب ابشر ان شاء الله. استاذك شباب يا عمده. والله انا شباب لكن المسكين اللي راحت عليه الحق. خلاص الحكيم راحت. الحكيم راحت عليه. ايه ما شاء الله. البغبغان عندك ما شاء الله رابطه ما شاء الله. هلا الحين بطيره. يلا روح. لا لا خليه عندك. يلا سمع سمع سمع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ايه قول لكم خلاص يا واد جو عند عمك. يا واد اسمع يا واد. ايوه اجلس في الارض. ايوه اجلس. اقعد يا حبيبي تعال جنبي. ايه عريسنا عريس بالزواج اشرق نورا فيا اهلا وسهلا لمن دور دارنا يا شباب لا تتعبون باقي الليل ان شاء الله نفرح. الله يبارك فيك. الله يعطيكم العافيه. اسمع بكيت انا يا واد. زواج مبروك واسال الله داعيا. فين القهوة؟ فين يا سقا؟ ايش عند عمك؟ انا بعد ان شاء الله بالليل تعالوا ان شاء الله احكي لكم حكاية مرتبة. نعزم الناس اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام. انت ايش مو نبغى نسلم على الناس. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم ان شاء الله بخير وطيبين؟ كيف حالكم ان شاء الله طيبين وبخير؟ كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. كل سنه وانتم طيب. لازم نفس الكلام حقك. لا يعني انت سلم وانا اسلم. اه طيب اخلص عجل انت قول كلمتك وانا اعزم. طيب حياكم الله يا جماعه الخير. ان شاء الله اليوم 10:30 ها الساعه 11 في الليل تقريبا. لا تنسوا عشان ان شاء الله كلكم تحضروا معانا. أيوة. زواج مين؟ زواج ولدي عبد الله. لا تنسوا زواج بنت مين؟ بنتي بنت الحكيم. الله بنتي. ها ايش يا حكيم؟ صلي على النبي يا حكيم. مو وقته دحين. الدنيا افراح وتراح. الله يرضى عليك. البيت حيفضى علي والله من بعد البنت هذه. الله يحفظها والله باره فيه. الله يحفظها. خلاص يا عمده صلي على النبي. صلي على النبي يا عمده. يا ابوي انت ايش بتسوي يا ابوي؟ قروشت ام ان شاء الله. الله يصلحك. اسمع يا سيدي خلاص ان شاء الله اليوم باذن الله. أيوه. باذن الواحد الاحد اذا ربنا اعطانا عمر وعافيه. ان شاء الله حياكم الله انتم ومن تحبوا وحبايبكم وعيال حارتكم. صحيح. واللي يعزوا عليكم الله محييكم. أيوه. فوق العين الله محيي اصلكم. خلاص الليل ان شاء الله. ها بس دقيقه. ها في ايش؟ لا لا خلاص راحت. الله من يومك يا حكيم. يلا يا حبيبي يلا. بس على لا تنسوا احنا موجودين في شارع كلكله 19. لا تنسوا كلكله 9 اسم الشارع ترى. ايوه مخرج 25. سلام عليك. سلام. يلا سلام عليكم. يا الله كلكله كل الوناسه والمرح اطياف الوان الفرح والصدر بالجمع انشرح ما راح لم ولا سرح لا زارها هم وترح كلكله 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 كلكله. هذا البرنامج برعايه ارز الشعلان من زمان احباب. قصر واحد لكل احتياجات المنزل. نعم هو قصر الأوالي.
احدى شركات ابراهيم محمد السيف. Oh, 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 oh.